I'm gonna go. يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على بقيه الله سلام عليك يا فرحه الزهراء وسرورها سلام عليك يا بهجه قلبها وحبورها سلام عليك يا سر قيمومتها ونورها سلام عليك يا بحر علمها وطورها سلام عليك يا باب حكمتها وسورها سلام بجوامع السلام يا ابن القيمه فاطمه ما دام ليل او نهار وانتم سلام عليكم برنامج الخاتمه الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة حلقات عنوانها يا إمام هل من خبر أم أن الانتظار يطول الحلقة الحادية والتسعون بعد المئتين يا إمام, يا إمام شوقي اليك شوق الحنين وعطشي اليك عطش ايام الجدب وليالي المحول الى ماء الحياه يا امام شوقي اليك شوق الحنين وعطشي اليك عطش ايام الجدب وليالي المحول الى ماء الحياه يا امام اني في انتظارك على طول محطات الطريق تفرق الجميع المغادرون غادروا الى حيث يغادرون والقادمون في انتظارهم مستقبلون معهم سيذهبون وستبقى محطات, محطات الطريق, الطريق فارغه, فارغة. سألتحف الفراغ وغربة, وغربه الايام هم تضحك ايامي أيام واشوفنك هم تضحك ايامي أيام واشوفنك لو, لو حزن اسود, أسود. يظل طول الطريق, الطريق, الطريق الدرب موحش يا إمام موحش يا إمام موحش, موحش, يا إمام موحش يا إمام الدرب موحش يا إمام لا صديج ولا رفيق سأبقى, سأبقى أودع المغادرين وأستقبل القادمين على أمل أن تعود ونلتقي إلى متى إلى متى أحار فيك يا مولاي وإلى متى وأي خطاب أصف فيك وأي نجوى عزيز علي يا إمام عزيز علي عزيز علي أن أجاب دونك وأناغار عزيز علي أن أبكيك ويخذلك لك ورايا عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرايا هل من معين فأطيل معه العويلة هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلق هل قضيت عين فساعدتها عيني على القضايا هل اليك يا ابن احمد سبيل فتلقى هذا هو الجزء السابع والثلاثون من عنواننا المتقدم في الحلقات الماضيه المشروع المهدوي ما بين التعظيم والتقزيم تسلسل الحديث في الاجواء القريبه من زمان ظهور الحجه بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه لا اريد ان اعيد ما تقدم ذكره في الحلقات الماضيه لكنني ساتناول علامه ذكرت بشكل واضح في احاديث العتره الطاهره هذه العلامه قد يراها البعض ليست مهمه لنفس الحدث بما هو هو لكن السؤال يبقى قائما لماذا هذا الاهتمام منهم صلوات الله عليهم بهذه العلامه سأحدثكم عن العلامه وأحدثكم عن اهتمامهم بهذه العلامه قطعا سيكون البيان بحدود المستطاع العلامه التي اقصدها ترتبط بمسجد الكوفه وتحديدا ببناء مسجد الكوفه وبشكل اخص ترتبط بحائط مسجد الكوفه مسجد الكوفه معروف لديكم لست بحاجه ان اعرفكم بمسجد الكوفة واين يقع انه المسجد الاعظم في مدينه الكوفه كان في السابق هكذا والهزال الى يومنا هكذا انه المسجد الاعظم في مدينه الكوفه غيبه النعماني انه من افضل الكتب التي الفت في هذا الموضوع في موضوع معرفه الامام في موضوع الثقافه المهدويه شيخنا النعماني متوفى سنة 360 للهجرة وطبعة طبعة أنوار الهدى قم المقدسة إنها الطبعة الأولى في الصفحة الخامسة والثمانين بعد المئتين إنه الحديث السابع والخمسون بسنده عن خالد القلانسي عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إذا هدم حائط مسجد الكوفة من مؤخره من مؤخر المسجد وليس من مؤخر الحائط فلا معنى لأن يقال في مسجد مربع اتصلت حيطانه فيما بينها ان يكون الكلام عن مؤخر الحائط في هذا السياق اذا هدم حائط مسجد الكوفه من مؤخره فضلا عن ان الضمير بحسب اداب العربيه يعود على الاقرب الا اذا دل دليل على ان الضمير لا يعود على الاقرب اذا هدم حائط مسجد الكوفه من مؤخره من مؤخر المسجد مما يلي دار ابن مسعود وهذه قرينه اخرى على ان المؤخر هو مؤخر المسجد وليس الحائط فالكلام ليس فيه من دلاله عن مؤخر الحائط وانما مؤخر المسجد الضمير يعود على الاقرب والحديث عن دار ابن مسعود مما يلي الكلام هنا عن المسجد وليس عن مؤخر الحائط وإنما الحديث عن مؤخر المسجد إذا هدم حائط مسجد الكوفة من مؤخره مما يلي دار ابن مسعود فعند ذلك زوال ملك بني فلان في بعض المصادر فعند ذلك زوال ملك بني العباس هذا العنوان بنو فلان معروف في احاديث العتره التي تتناول الشؤون المهدويه يراد منه في الاعم الاغلب ان لم يكن في جميع الحالات يراد منه بنو العباس اذا هدم حائط مسجد الكوفه من مؤخره مما يلي دار ابن مسعود ابن مسعود هذا هو عبد الله ابن مسعود الصحابي المعروف فعند ذلك زوال ملك بني فلان أما إن هادمه لا يبنيه سنأتي على تفاصيل الرواية شيئا فشيئا هذا هو النص النموذجي للحديث في مضمون هذه العلامه جاء مذكورا في غيبه الطوسي ايضا وهذه الطبعه طبعه مؤسسه الاعلمي بيروت لبنان والطوسي هو المعروف بشيخ الطائفه المتوفى سنه 460 للهجره يعني بالضبط بعد وفاه النعماني بقرن كامل النعماني توفي سنه 360 للهجره والطوسي توفي سنه 460 للهجره بحسب الطبعه التي اشرت اليها صفحه 277 عن الحسين بن المختار عن ابي عبد الله في الاعم الاغلب نقولات الطوسي ليست دقيقه في كتبه الحديثية النعماني نقل الرواية عن خالد القلانسي وخالد القلانسي نقلها عن الحسين ابن مختار هنا مباشرة نقل الرواية عن الحسين بن المختار فسقط اسم خالد القلانسي وايضا سقط من المتن الحرف من اذا هدم حائط مسجد الكوفه مؤخره من دون من كيف قرات بالجر هنا كيف قراتها بالجر هنا لانها وهذه الصياغه ستكون بدلا من مسجد الكوفه هذا بدل بعض من كل هكذا يقال له نحن عندنا بدل الاشتمال مثلا وعندنا بدل الكل من الكل وعندنا بدل البعض من الكل فهذا بدل البعض من الكل إذا هدم حائط مسجد الكوفه فلان مسجد جاءت هذه الكلمه مجروره بالاضافه فكلمه مسجد اضيفت الى حائط فجاءت هذه الكلمه مؤخره جاءت بدل بعض عن كل لان مؤخر المسجد هو بعضه تلاحظون اهميه قواعد العربيه واهميه اسرار البلاغه في فهم النصوص ولذا حينما يشترط مراجع النجف في المجتهد في المرجع عندهم ان يكون على علم بشيء من العربيه لا يشترطون في الفقيه ان يكون على اطلاع موسوعي كامل في شؤون العربيه وادابها وانما يتحدثون عن جزء يسير منها عودوا إلى كتبهم في علم الأصول أو في علم الفقه حينما يتحدثون عن الاجتهاد وشرائطه وعن مواصفات العملية الاجتهادية الاستنباطية ستجدون أنهم يشترطون ان يكون المجتهد ان يكون الفقيه بحسب ما هم يقولون ان يكون ملما ببعض من العربيه التي يراها ضروريه له لن يستطيع ان يدرك حقائق ثقافه الكتاب وثقافة العترة من دون أن يكون على اطلاع موسوعي بالعربية وآدابها وأسرار بلاغتها وهذا هو السبب في أخطائهم وفي اشتباهاتهم وفي عدم فهمهم للنصوص قطعا القضية بالنسبة لهم أكبر من ذلك المباني الأصولية والمباني الفقهية جاءوا بها من النواصب أنا أتحدث هنا عن جزئية من الموضوع عن عربية الفهم على أي حال أعود إلى الرواية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إذا هدم حائط مسجد الكوفة مؤخره مما يلي دار عبد الله بن مسعود فعند ذلك زوال ملك بني فلان أما إن هادمه لا يبنيه هناك رواية أيضا ذكرها الطوسي صفحة 288 بخصوص مسجد الكوفة بسنده عن الأصبغ ابن نباتة من أصحاب أمير المؤمنين قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه في حديث له حتى انتهى الى مسجد الكوفه وكان مبنيا بخزف ودنان وطين الاصبغ ابن نباته يقول قال امير المؤمنين في حديث له حتى انتهى الى مسجد الكوفه حتى انتهى الى مسجد الكوفه يبدو انه كان يتمشى ويتحدث مع الأصبغ ابن نباتة أو مع آخرين فكان مسترسلا في حديثه حتى وصل إلى مسجد الكوفة أيام خلافته في الكوفة الأصبغ ابن نباتة هكذا يقول قال أمير المؤمنين في حديث له حتى انتهى إلى مسجد الكوفة قد يقول قائل ربما مراد الأصبغي ابن نباتة من أن الأمير كان جالسا في مكان ما وكان يتحدث في موضوع معين إلى أن وصل في حديثه أن ذكر مسجد الكوفة بقية الرواية لا تعين على هذا الفهم وانما تؤكد الفهم الذي اشرت اليه من ان الامير كان يتمشى وكان يتحدث في موضوع معين لم يشر اليه الاصبغ ابن نباته وانما قال كان يتحدث ويقول حتى وصل الى مسجد الكوفه وصل حتى انتهى إلى ذلك البناء حتى انتهى إلى مسجد الكوفة وكان مبنيا الأصبغ ابن نباتة يقول كان المسجد مبنيا أيام الأمير صلوات الله وسلامه عليه مبنيا بخزف الخزف هو الطين المطبوخ بالنار إنه الطابوق الخزف هو طابوق وكان مبنيا بخزف ودنان وطين الدنان هي الجرار يقال مثلا دنان الخمر وهذا التعبير شائع عند العرب لأن العرب كانوا يحفظون خمورهم في الدنان والدنان هي الجرار الجرار الكبيرة يقال دنان الخل فإن العرب كانوا يحفظون الخل في الدنان في الجرار فمن مراد من ان مسجد الكوفة قد بني بخزف ودنان وطين كان هناك من البنائين من يستعملون هذا الاسلوب ياتون بالجرار ويملؤونها بالطين ثم يضعون الجرار بشكل هندسي ويجعلونها بمثابه وحدات لبناء الاسيجه العاليه، فهذا هو المراد فيؤتى بالجرار وتملأ بالطين كي تكون ثقيله وجرار توضع فوقها جرار وكان مبنيا بخزف ودنان وطين فقال امير المؤمنين ويل لمن هدمك الامام يتحدث عن مستقبل الايام فان زياد بن ابيه سيهدم المسجد وسيعيد بناءه وسيحرف القبله حينما يعيد بناءه الامام هنا يتحدث عن الذي سيقوم به زياد بن ابيه او كما كان الناس يسمونه زياد بن ابي سفيان بعدما سماه معاويه بذلك ونسبه إلى أبيه ويل لمن هدمك فزياد سيهدم المسجد ويعيد بناءه ويل لمن هدمك وويل لمن سهل هدمك وويل لبانيك بالمطبوخ بالطابوق المطبوخ هو الطابوق وويل لبانيك بالمطبوخ المغير قبله نوح لماذا اشار امير المؤمنين الى نوح لان مسجد الكوفه كان موجودا منذ زمان ابينا ادم وكان مبنيا فلما جاء الطوفان هدمه هدم المسجد نوح اعاد بناءه فالقبله هي قبله نوح لانه هو الباني ويل لمن هدمك وويل لمن سهل هدمك هذا لا يعني ان بناء نوح بقي على حاله فقد تعرض المسجد لعمليه هدم ايام الاكاسره ايام الفرس تعرض لهدم متكرر عبر التاريخ ويل لمن هدمك وويل لمن سهل هدمك وويل لبانيك بالمطبوخ المغير قبله نوح طوبى ثم بعد ذلك الامام يغير كلامه من ويل إلى طوبة طوبة في لغة العرب تعني هنيئا ونعيما تعني مباركا لك يا من أقول لك طوبة وطوبة في ثقافة العترة هي شجرة جنانية في بيت أمير المؤمنين في جنان أمير المؤمنين شجرة طوبة تتدلى أغصانها في بيوت شيعة علي في الجنان وتتدلى أغصانها الملكوتية في عالمنا الدنيوي تتدلى ايضا في بيوت شيعه علي تتدلى في قلوبهم الروايات حدثتنا عن ذلك ما انا الذي احدثكم من عندي على اي حال الامير يقول بعد ان قال ويل لمن هدمك قال طوبى طوبى لمن شهد هدمك مع قائم اهل بيتي الاهتمام بمسجد الكوفه لان مسجد الكوفه هو جزء من المنظومه العقائديه لمدينه الكوفه مثلما حدثتكم عن المنظومة العقائدية لمدينة قم حدثتكم عن السيدة المعصومة وحدثتكم عن مسجد جمكران إلى سائر المفردات الأخرى المنظومة العقائدية في الكوفة لها مفرداتها مسجد الكوفة الأعظم هو من اوائل مفرداتها العقائديه من اوائل مفردات منظومتها العقائديه وهذا المسجد مثلما ارتبط بعلي صلوات الله عليه سيرتبط بقائم ال محمد عند ظهوره الشريف طوبى طوبى لمن شهد هدمك مع قائم اهل بيتي لماذا؟ فإن المسجد في ايامنا ما هو على ارضه الكامله المساحات المحيطة بالمسجد التي هي في وقتنا الحاضر خارجة عن المسجد هي جزء من المسجد اتحدث عن المسجد ايام ابينا ادم وعن المسجد ايام ابينا نوح في اصل تاسيسه احاديث اهل البيت هي التي اخبرتنا مساحات ليست قليله من الارض المحيطه بمسجد الكوفه هي جزء من المسجد الاصل ولذا فان صاحب الامر سيهدم المسجد الموجود كي يعيد بناءه على تمام أرضه الأصل بحيث سيكون واسعا جدا هناك مساحة كبيرة قد انتقصت وأخذت من أرض المسجد عبر عمليات الهدم المتكررة عبر العصور طوبى لمن شهد هدمك مع قائم اهل بيتي اولئك اولئك خيار الامه انهم اصحاب القائم اشياعه انصاره اولئك خيار الامه مع ابرار العترة مع أبرار العثرة إنهم أئمتنا أئمتنا سيكون لهم وجود في زمان القائم بنحو من الأنحاء والحسين بشكل خاص سيكون موجودا في آخر العصر القائمي تمهيدا لمرحله الرجعه هذا الكلام مر علينا وانا احدثكم في مجموعه حلقات هذا هو الحسين نذهب الى فاصل قال رسول الله صلى الله عليه واله سيأتي زمان على امتي لا يبقى من القران الا رسمه ولا من الاسلام الا اسمه يسمون به وهم ابعد الناس منه مساجدهم عامره وهي خراب من الهدى فقهاء ذلك, ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء منهم خرجت الفتنه واليهم تعود عن ابي خديجه قال قال ابو عبد الله الصادق صلوات الله عليه لا يخرج القائم حتى يخرج اثنا عشر من بني هاشم كلهم يدعو, يدعو الى نفسه عن زراره عن امامنا الصادق صلوات الله عليه ينادي مناد باسم القائم قلت خاص او عام قال عام يسمع كل قوم بلسانه قلت فمن يخالف القائم عليه السلام وقد نودي باسمه قال لا يدعهم ابليس حتى ينادي في اخر الليل فيشكك الناس وفي الخرائج والجرائح لقطب الدين الراوندي هذا هو الجزء الثالث من طبعه مؤسسه الامام المهدي قم المقدس صفحه 1163 لانهم قد رقموا الاجزاء الثلاثه معا الجزء الثالث صفحة 1163 من الخرائج والجرائح عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إنه الحديث هو هو إذا هدم حائط مسجد الكوفة مؤخره مما يلي دار عبد الله بن مسعود فعند ذلك زوال ملك بني فلان اما ان هادمه لا يبنيه في الزام الناصر للمحدث علي اليزدي الحائري هذه الطبعة طبعة دار التوحيد بيروت لبنان صفحة 125 عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه من أنه سئل عن ظهور الحجة ابن الحسن سئل الصادق عن ظهوره فقال اذا حكمت في الدوله الخصيان والنسوان واخذت الاماره الشبان والصبيان وخرب وربما وخرب وخرب جامع الكوفه من العمران وانعقدت الجيران فذلك الوقت زوال ملك بني عمي العباس وظهور قائمنا أهل البيت الكلام واضح واضح جدا سئل الصادق صلوات الله وسلامه عليه عن ظهور القائم فقال إذا حكمت في الدولة في الدولة العباسية في زماننا إذا حكمت في الدولة الخصيان والنسوان وأخذت الإمارة الشبان والصبيان وهذا هو الذي يجري في زماننا وخرب جامع الكوفة من العمران هذا التعبير دقيق جدا وربما يكشف لنا شيئا نحن لا نعرفه ولا يعرفه الاخرون من ان الخراب الذي سيلحق المسجد ليس بقصد تخريبه وانما هناك عمران قد يكون هذا العمران في المسجد نفسه او في المناطق المجاوره للمسجد تؤدي الى خرابه هذه معلومه مهمه جدا اتمنى عليكم ان تحفظوا هذه المعلومه لاننا سنحتاج اليها اقرا عليكم الروايه مرة أخرى لما سألوا الإمام الصادق عن ظهور القائم صلوات الله عليهم جميعا هكذا أجاب إذا حكمت في الدولة الخصيان والنسوان وأخذت الإمارة الشبان والصبيان وخرب جامع الكوفة من العمران. لاحظوا الدقة في التعبير. الإمام ما قال مثلا ولم يبقَ في جامع الكوفة شيء من العمران. اي صار خربا الامام قال وخرب جامع الكوفه من اي شيء من العمران الامام ما قال وصار جامع الكوفه خليا من العمران لم يبق فيه شيء من العمران الامام قال هكذا خرب هناك خراب سيكون في جامع الكوفه السبب من اين يبدا من العمران فالتخريب اذن في جامع الكوفه لن يكون من عدو قاصد لتخريبه وتهديمه وانما عمليه الهدم والتخريب تاتي بسبب العمران اما هو عمران في المسجد نفسه كان يكون تعمير في جهة من جهات المسجد تؤدي إلى خراب جهة أخرى أو أن التعمير والإعمار يكون في موضع قريب من المسجد بسبب ذلك الإعمار يحصل خراب في جانب من المسجد لأن المسجد لن يخرب هو هدم في حائطه هدم في الحائط ليس تخريبا للمسجد كله وانما سيحصل خراب فيه بسبب العمران الروايه دقيقه دقيقه سئل الصادق صلوات الله وسلامه عليه عن ظهور القائم فقال إذا حكمت في الدولة الخصيان والنسوان وأخذت الإمارة الشبان والصبيان وخرب جامع الكوفة من العمران وانعقدت الجيران وانعقدت الجيران الذي يبدو لي من هذا التعبير أن البناء وان البيوت وان الاعمار سيكون متواصلا ومحيطا بالمسجد من جميع جهاته انعقدت تواصلت البنايات المجاوره لهذا المسجد ولربما بسبب العمراني فيما انعقد حوله سيؤدي ذلك الى خراب في بعضه اقول ربما اقول ربما انا لا اعلم الغيب ولا امتلك الحقيقه الكامله وانما انظر الى الروايات والى وجه دقتها وتفاصيل تعابيرها مع النظر الى الواقع الذي نعايشه سئل الصادق صلوات الله وسلامه عليه عن ظهوره عن ظهور القائم فقال اذا حكمت في الدوله الخصيان والنسوان واخذت الاماره الشبان والصبيان لا اريد ان اقف عند هذه العناوين فحديثي عن علامة في مسجد الكوفة ما هو هذا واقع دولة بني العباس في حالتها الأولى وهو واقع حال دولة بني العباس في حالتها الثانية لو لم يكن الأمر هكذا لما سار وضع العراق بشكل عام ووضع الشيعه بشكل خاص لما سار في متاهه الفساد والضلال والانحطاط بتمام معاني هذه الكلمات جموع من السفله والسفهاء تسلطوا على الواقع الشيعي من اصحاب العمائم ومن قاده الاحزاب الدينيه الشيعيه القطبيه اذا حكمت في الدوله الخصيان والنسوان واخذت الاماره الشبان والصبيان وخرب جامع الكوفه من العمران وانعقدت الجيران فذلك الوقت زوال ملك بني عمي العباس وظهور قائمنا اهل البيت هذه علامه مهمه الهدم الخراب في حائط مسجد الكوفه علامه يمكننا ان نتلمسها يمكننا ان نتحسسها وهي جزء من واقع الحياه اليومي ما هي بعلامه كونيه مثلا في الفضاء انها جزء من واقع الحياه اليومي في مدينه نعرفها وفي مكان نعرفه انها الكوفة وانه مسجدها الاعظم فذلك الوقت زوال ملك بني عمي العباس وظهور قائمنا اهل البيت تذكروا هذه المعلومة وخرب جامع الكوفة من العمران بسبب العمران. نذهب الى فاصل. عن سعد بن عبد الله الاشعري القمي حيث سأل إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. عن تاويل هذه الايه فاخلع نعليك ما جاء في سوره طه فاخلع نعليك انك بالوادي المقدس طوى سؤال سعد الاشعري عن معنى اخلع نعليك قلت انه سعد الاشعري قلت فاخبرني يا مولاي عن التأويل فيهما. قال إن موسى عليه السلام ناجى ربه بالوادي المقدس فقال يا ربي إني قد أخلصت لك المحبة مني. وغسلت قلبي عمن سواك وكان شديد الحب لاهله فقال الله تبارك وتعالى اخلع نعليك اي انزع حب اهلك من قلبك ان كانت محبتك لخالصه وقلبك من الميل إلى من سواي مغسولا هذا الكتاب الذي بين يدي هو المزار الكبير المعروف بمزار ابن المشهدي من كتبنا القديمه ومن كتبنا المعروفه من جوامع الزيارات والادعيه المزار الكبير هذه الطبعه طبعه مؤسسه النشر الاسلامي الطبعه الاولى ألف وأربعمية وتسعة عشر هجري قمري قم المقدسة إنه من أعلام القرن السادس الهجري صفحة مية وتسعة وعشرين هناك حديث منقول عن حذيفة حذيفة بن اليمان وحذيفة يحدث عن رسول الله وعن أمير المؤمنين جاء في هذا الحديث من أن مسجد الكوفة قد نقص منه اثنا عشر ألف ذراع مساحة واسعة جدا هذا نقص في مسجد الكوفة الذي نعرفه الآن اثنا عشر ألف ذراع اثنا عشر الف ذراع يعني سته الاف متر مساحه واسعه هناك تفاصيل اخرى انا لا اريد ان احدثكم عن كل التفاصيل انما اتيكم بنماذج من المعلومات والمعطيات التي تخبركم بشكل واضح عن عظمة هذا المسجد وعن أهمية هذا المسجد في ثقافة العترة الطاهرة وعن ارتباطه الوثيق بالمشروع المهدوي الأعظم هذا هو الجزء الاول من كتاب الفقيه فقيه من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق المتوفى سنه 381 وواحد للهجره الطبعه طبعه مؤسسه النشر الاسلامي قم المقدسه هذا هو الجزء الاول صفحة 230 إنه الحديث الثاني عشر عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه حد مسجد الكوفة آخر السراجين آخر السراجين نحن لا نملك تحديدا دقيقا الى موضع السراجين في سوق الكوفه السراجون هم الذين يشتغلون في صناعه ما كان يستعمل سراجا ما كان يستعمل وسيله للاناره في البيوت وكانوا ايضا يشتغلون في استخراج وجمع الزيوت التي يحتاجها الناس في اضاءه تلك الوسائل ولذا في اخر سوق السراجين هنالك الزياتون السراجون والزياتون وهؤلاء كانوا بحسب القرائن التي تصف مدينه الكوفه انذاك هم يكونون في اخر السوق وكان سوق الكوفه ممتدا ممتدا من شمال المسجد الى نهايه مشرق المسجد كان سوقا كبيرا الامام الصادق هكذا يقول حد مسجد الكوفه اخر السراجين اخر السراجين هم الزياتون الذين كانوا يبيعون الزيت يجمعونه يستخرجونه يهيئونه للناس خطه ادم عليه السلام خط المسجد وانا اكره ان ادخله راكبا ان ادخل سوق سوق السراجي وانا اكره ان ادخله راكبا قيل له فمن غيره عن خطته من الذي جعل المسجد بهذه المساحه الموجوده الان قال اما أول ذلك فالطوفان في زمن نوح عليه السلام. ثم بعد أن أعاده نوح، ثم غيره أصحاب كسرى والنعمان. إنه النعمان ابن المنذر ابن ماء السماء اللخم الذي كان ملكا على العرب في الدوله التي تعرف في التاريخ بمملكه المناذره ثم غيره اصحاب كسرى والنعمان ثم غيره زياد ابن ابي سفيان فامامنا الصادق كان يكره حينما كان في الكوفة فقد قضى ردحا من الزمان في الكوفة إمامنا الصادق في بداية الدولة العباسية قضى ردحا من الزمان في الكوفة وكان يكره أن يدخل إلى السوق وهو على دابته احتراما لأرض السوق التي هي أرض المسجد وإلا فإن الإمام لا يقوم بهذا الطقس احتراما للسوق بما هو سوق الاحترام لأرض المسجد التي انتقصت من المسجد الاعظم وصارت سوقا الصادق يقول حد مسجد الكوفه اخر السراجين خطه ادم عليه السلام وانا اكره ان ادخله راكبا قيل له فمن غيره عن خطته؟ قال اما اول ذلك فالطوفان في زمن نوح ونوح بعد ذلك أعاد بناءه ثم غيره أصحاب كسرى والنعمان ثم غيره زياد بن أبي سفيان هذا ما جاء مذكورا في الفقيه في الكافي هذا هو الكافي الجزء الثالث وطبعة طبعة دار التعارف بيروت لبنان صفحة أربعمية أو ستة وثمانين إنه الحديث الثالث من الباب المرقم ميتين وثمانية وستين في فضل مسجد الكوفة الحديث الثالث لا اقرا الحديث كله لانني ساضطر الى شرحه وانا لا املك وقتا كي اشرح كل الاحاديث التي اقراها عليكم. ساذهب الى موطن الحاجه من هذا الحديث الشريف. يحدثنا ابو بصير عن امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه فيقول امامنا الصادق وكان أمير المؤمنين سيد الأوصياء صلوات وسلام عليه يقوم على باب المسجد على باب مسجد الكوفة ثم يرمي بسهمه فيقع في موضع التمارين الذي يبدو من الكلام أن الإمام يقف على باب المسجد الذي يعرف بباب الثعبان لأن السوق من هذه الجهه لا من الجهه الثانيه هذه هي الجهه الشماليه للمسجد فسوق الكوفه كان يقع في الجهه الشماليه للمسجد ويمتد الى الجهه الشرقيه في جانب منها فأكثر سوق الكوفة كان يقع شمال مسجد الكوفة وسوق التمارين يقع شمال المسجد الإمام إذن يقف على باب الثعبان ويعرف بباب الفيل أيضا ولا أريد أن أدخل في تفاصيل أسباب تسميه هذا الباب وغيره من ابواب المسجد ما عندي وقت باب الثعبان او باب الفيل هو الباب الذي يقع في الجهه الشماليه من المسجد وهذا الباب كان موجودا ايام امير المؤمنين المسجد اعني مسجد الكوفه كانت له ابواب ليست موجوده الان وتجددت له ابواب لم تكن موجوده سابقا باب الثعبان كان موجودا ايام امير المؤمنين حينما كان في الكوفه وكان موجودا قبل مجيء امير المؤمنين الى الكوفه هذا الباب هو الذي يقع في مواجهه مزار السيده خديجه بنت امير المؤمنين ابناء الكوفه زوار الكوفه يعرفون ذلك الامير كان يقف عند هذا الباب الذي هو باب الثعبان ويعرف في التاريخ ايضا بباب الفيل ويرمي بالسهم من هنا حتى يقع في سوق التمارين ما هي المسافه التي يقطعها السهم للرامي المتمكن الرامي الماهر المتمكن حينما يرمي سهمه فان السهم يقطع مسافه تكون بقياسات ايامنا ما بين 150 إلى 200 متر ما بين 150 مترا إلى 200 متر كان العرب يقيسونها بالذراع ما بين 300 ذراع إلى 400 ذراع هذه المسافة هي التي تسمى في علم المسافات وفي علم المساحه بالغلوه الغلوه هي رميه السهم وانما قيل لها غلوه لان رامي السهم سيغالي برفع يديه لكي يطلق سهمه حتى يصل الى ابعد نقطة ممكنة فإنه سيغالي سيغالي سيرفع قيل لهم غلاة وقيل لهم مرتفعة يقولون عن الغلاة غلاة ويقولون عنهم مرتفعة المرتفعة والغلاة بمعنى واحد فقيل لها الغلوة الغلوة هي الرمية المسافة التي يقطعها السهم لأن الرامي يغالي في يديه يرفع يديه كي يصل السهم الى ابعد نقطة ممكنة فكان الامير يقف على باب الثعبان ويطلق سهمه وكان امير المؤمنين يقوم على باب المسجد ثم يرمي بسهمه فيقع في موضع التمارين انه الموضع الذي كان لميثم التمار كان له دكان فيه وكان امير المؤمنين ياتي ويجالسه في دكانه في سوق التمارين وفي بعض الاحيان كان ميثم يذهب الى حاجه او الى امر ويبقى امير المؤمنين يبيع التمر نيابه عن ميثم الى ان يعود ميثم الى دكانه. لا يقال ميثم انه ميثم. القراءه الصحيحه ميثم ميثم التمار. نحن في ثقافتنا الشعبية العراقية نقول ميثم ميثم التمار القراءة الصحيحة ميثم التمار وكان أمير المؤمنين يقوم على باب المسجد ثم يرمي بسهمه فيقع في موضع التمارين فيقول ذاك من المسجد هذه المسافه من المسجد لا يعني ان المسجد ينتهي عند التمارين مسافه المسجد اكبر من ذلك الا ان الامام يرمي بسهمه الى سوق التمارين ويقول هذا من المسجد فيقول ذاك من المسجد الامام هنا لا يريد ان يحدد نهايه المسجد انما يريد ان يقول من ان المسجد الموجود منقوص ناقص لقد انتقصت ارضه هذا هو الذي يريد ان يبينه سيد الاوصياء صلوات الله وسلامه عليه. هناك الكثير من التفاصيل حول مسجد الكوفه. انا لا اريد ان احدثكم عن تاريخ مسجد الكوفه ولا عن خصائصه ولا عن فضائله ولا عن شؤونه المختلفه انما اوردت لكم امثله من حديث ائمتنا كي تعرفوا اهتمامهم بهذا المسجد وهذا الاهتمام مرتبط بالمشروع المهدوي فمسجد الكوفه مركز من مراكز المشروع المهدوي في زمان الغيبه وفي زمان الظهور نذهب الى فصل عن ابن ابي عمير عمن ذكره عن امامنا الصادق صلوات الله عليه قال قلت له ما بال امير المؤمنين عليه السلام لم يقاتل مخالفيه في الاول قال لايه في كتاب الله عز وجل "لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما" قال قلت وما يعني بتزايلهم؟ قال ودائع مؤمنون في أصلاب قوم كافرين فكذلك القائم عليه السلام لن يظهر ابدا حتى تخرج ودائع الله عز وجل فاذا خرجت ظهر على من ظهر من اعداء الله عز وجل جلاله فقتله لماذا هذا الاهتمام بهذه العلامه التي تبدو ليست مهمه من قبل الائمه صلوات الله عليهم لماذا كل الاهتمام بهذه العلامه التي هي ظاهره طبيعيه في الحياه حائط لمسجد قديم يهدم اجيب على هذا السؤال لماذا هذا الاهتمام بهذه العلامه اولا انها الكوفه العاصمه وهذا المسجد رمزها التاريخي والديني الاول انه المسجد الاعظم في الكوفه انها الكوفه العاصمه ستكون عاصمه للوجود الكوفه ستكون عاصمه الارض والارض ستكون عاصمه الكون انها الدوله المهدويه العظمى والتي تقودنا الى الرجعه العظيمه والى الدوله المحمديه التي هي جنه الارض جنه الكون بل هي جنه الدنيا جنه الدنيا جنه الكون فالكون كله عنوانه الدنيا السماء التي تعتلي هذا الكون هي السماء الدنيا وهذا الكون الذي نحن نعيش فيه هذه ملحقات السماء الدنيا زينه السماء الدنيا اذا اولا انها الكوفه العاصمه وهذا رمزها التاريخي والديني الاول مسجدها الاعظم وثانيا يريدون صلوات الله عليهم ان يقولوا لنا نحن معكم معكم حتى في التفاصيل الصغيره فكونوا معنا كونوا معنا ايضا حتى في التفاصيل الصغيره مثلما نخاطبهم في الزيارة الجامعة الكبيرة معكم معكم لا مع غيركم إذا ثانيا يقولون لنا نحن معكم معكم في التفاصيل الصغيرة هذا تفصيل صغير لكننا نهتم به مثلما نحن معكم في التفاصيل الصغيره فكونوا معنا في التفاصيل الصغيره ايضا وثالثا هذه علامه خاصه لشيعتهم الذين يبحثون في كل زاويه في كل مكان عن اي علامه في مسجد الكوفه في مسجد السهله تقربهم الى امام زمانهم هذه علامه لشيعتهم هذه علامه لابناء العاصمه لابناء الكوفه اولا لابناء العراق ثانيا لشيعه الزائرين ثالثا إنها علامة واقعية من واقع الحياة اليومية هذا مسجد الكوفة الذي نعرفه وهذه حيطانه القديمة التي نعرفها فيحدث هدم في حائط المسجد مما يلي دار ابن مسعود إنها علامة, علامة 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 لزوال ملك بني العباس أزال الله ملكهم عاجلا وعاجلا وعاجلا إن كان الذين يحكمون في بغداد والنجف هم الأوصاف هي الأوصاف لكننا لا نعلم الغيب ولسنا على علم باسرار قانون البداء وواقع الشيعه الخائب يشير الى اننا سنتحرك باتجاه السيناريو الثالث وحينئذ سينتفي كل هذا الكلام واقع الشيعه الخائب يقول هكذا اذن علامه خاصه لشيعتهم هذا ثالثا ورابعا ارتباط كل صغيرة وكبيرة في واقعنا الديني في واقعنا العقائدي في واقعنا الشيعي من جهة رموزنا ومنظومتنا العقائدية من جهة مفرداتنا العقائدية ارتباط كل صغيرة وكبيرة بالمشروع المهدوي وهذا ينبهنا الى عظمه هذا المشروع فكل صغيره وكبيره ترتبط بخرائطه وتتعلق بسلاسله وتتصل بامتداداته في واقعنا الشيعي بالدرجه الاولى وفي الواقع العالمي بالدرجه الثانيه ارتباط كل صغيره وكبيره بهذا المشروع المهدوي وتلك اشاره واضحه الى مسار التعظيم الذي يفترض اننا عليه وعنواننا المستمر في هذه الحلقات تذكروه المشروع المهدوي ما بين التعظيم والتقزيم هذه وجوه ظاهره يمكنها ان تشكل جوابا لهذا السؤال لماذا الاهتمام بهذه العلامه؟ ولماذا أخذ الأئمة هذا الحدث بنظر الاعتبار، ما هناك الكثير من الحوادث التي تقع في العالم وهي أعظم بكثير من هذه الحادثة، من حادثة هدم جدار لمسجد، القضية رمزية ترتبط برموز المنظومه العقائديه لمدينه الكوفه التي هي عاصمته عاصمه القائم صلوات الله وسلامه عليه القضيه ليست ناظره الى الحدث بما هو حدث الحدث بما هو حدث قد يكون اعتياديا لكن القضية مرموزة مرموزة هذه القضية مربوطة بالمشروع المهدوي وهذا المشروع عظيم فأي شيء يرتبط به سيكون عظيما هذا هو الفارق ما بين المسارين ما بين مسار التعظيم ومسار التقزيم الذي عليه الاقزام في حوزه الطوسي في حوزه التقزيم والتقصير والسفاهه والارجاء والبتر انهم مرجئه بتريه مقصرون مقزمون للمشروع المهدوي نذهب الى فاصل عن ابي حمزه الثمالي قال قال لي ابو جعفر امامنا الباقر صلوات الله عليه انما يعبد الله من يعرف الله فاما من لا يعرف الله فانما يعبده هكذا ضلالا قلت جعلت فداك فما معرفه الله قال تصديق الله عز وجل وتصديق رسوله صلى الله عليه واله وموالاه علي صلوات الله عليه والإهتمام به وبأئمة الهدى صلوات الله عليهم والبراءة إلى الله عز وجل من عدوهم هكذا يعرف الله عز وجل هناك العديد من الحوادث المهمه والخطيره التي ترتبط بمدينه الكوفه بشكل عام وبمسجدها الاعظم بشكل خاص جاء هذا في الروايات والاحاديث في كتبنا وحتى في كتب المخالفين على الشيعي ان يعرف هذه الحقائق كي يعرف اين يضع قدمه في زمان تهيمن فيه الفتن في جميع الاتجاهات. أقرأ عليكم من الإرشاد انه للشيخ المفيد المتوفى سنة 413 للهجرة. هذه الطبعة طبعة مؤسسة سعيد بن جبير. انها الطبعه الاولى الف وثمانيه وعشرين هجري قمري قم المقدسه صفحه 536 بسنده عن ابي بصير عن امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه لا يذهب ملك هؤلاء انه يشير الى العباسيين لا يذهب ملك هؤلاء والحديث عن العباسيين في حكمهم الثاني في حكمهم الذي يكون في زمان قريب من زمان ظهور امامنا الحجه بن الحسن صلوات الله عليه لا يذهب ملك هؤلاء حتى يستعرض الناس بالكوفه في يوم الجمعه لكأني لكأني الإمام يراها قلت لكم في الحلقات الماضية الماضي والحاضر والمستقبل عند أئمتنا نقطة واحدة ليس هناك من نقاط انها نقطة واحدة الإمام يقول إمامنا الصادق لكأني لكأني أنظر إلى رؤوس لكأني أنظر إلى رؤوس تندر فيما بين باب الفيل وأصحاب الصابون تندر تتساقط رؤوس تتساقط إنها رؤوس بشرية إنهم الشيعة في الكوفة هذه الرواية ذكرها أيضا الطوسي في الغيبة صفحة 278 عن ابي بصير عن امامنا الصادق صلوات الله عليه: لا يذهب ملك هؤلاء حتى يستعرض الناس بالكوفه يوم الجمعه لكأني انظر الى رؤوس تندر فيما بين المسجد واصحاب الصابون لاحظوا عدم الدقه في روايه الطوسي ايضا في روايه المفيد حددها فيما بين باب الفيل وأصحاب الصابون هذا هو الذي أقوله لكم هذه ظاهرة أتلمسها في أحاديث الطوسي بشكل واضح في كل كتبه الحديثية ما يقوله مراجع النجفي من دقة الطوسي في نقل الأحاديث بسبب جهلهم وعدم اطلاعهم على كتب الحديث وانما هو كلام يتناقلونه على الالسنه من شخص لاخر من دون تحقيق وتدقيق الادق في نقل الاحاديث الكليني الصدوق اقل دقه من الكليني هؤلاء الذين يقدمون الصدوق على الكليني ما عندهم من علم بشكل موسوعي في احاديث العترة ولا هم على بلاغه ومعرفه باسرار العربيه نصوص الكليني ادق من جهه البلاغه والعربيه إذا أردت أن آخذ نصا واحدا نقله الكليني ونقله الصدوق مع شيء من الاختلاف في التعابير ونقله الصدوق مع شيء من الاختلاف في التعابير فإن البلاغة الدقيقة فيما نقله الكليني لا فيما نقله الصدوق هذه القضية ليست في حديث واحد او في حديثين هذه ظاهرة عامة فيما نقله الكليني وفيما نقله الصدوق اما هذا الذي يتحدثون عنه في ابحاث الخارج هذا هراء هذا جهل بحقائق الحديث ولانهم يحدثون حميرا لا علم لهم بالحديث وحقائقه فيأخذون ما يطرح في دروس البحث الخارجي الاستحماري يأخذون ما يقوله هؤلاء في دروسهم الاستحمارية يأخذونه أخذ المسلمات فلا هناك من تحقيق ولا هناك من تدقيق ولا هناك من حفظ للحديث ولا هناك من موسوعيه في الاطلاع على حديث العطره ولا هناك من ثقافه قرانيه تستند الى قرانهم المفسر بتفسيرهم ولا هناك من المام بحقائق الاداب العربيه واسرار البلاغه ومضامين دقائقها جهاله في جهاله في جهاله ويقال لنا هؤلاء هم العلماء الذين يخشاهم الغرب والله نحتاج هنا فتزيج بس شلون ضروري هنا فتزيج هؤلاء الجهلة الاغبياء يخاف منهم الغرب من اي شيء يخاف من جهله من سفاهتهم من عدم معرفتهم بامور دينه من اي شيء من هذا التمسلت لا يحكمون ان يتكلموا بشكل قويم وعلمي دقيق لدقائق ولا يحسنون ان يكتبوا سطورا من دون ان تكون مشحونة بالاخطاء البلاغية والاخطاء النحوية والاخطاء اللغوية، كتبهم تدل على ذلك، كتبهم التي يفتخرون بها مشحونة بالاخطاء، بياناتهم، خطاباتهم واقع مزري الى ابعد الحدود. لكننا ماذا نصنع للشيعة الديخيين؟ الذين يعتقدون أن هؤلاء في علمهم كالأنبياء وهم يعبثون بأنفسهم قبل أن يعبثوا بالشيعة مثل ما قال الصادق صلوات الله وسلامه عليه ضلوا وأضلوا شيعتنا إنما قرأت حديث الطوسي كي أبين لكم عدم الدقه في نقله للاحاديث وضربت لكم قبل ذلك مثالا ايضا حينما قارنت بين نقله وبين ما نقله النعماني تلميذ الكليني اخذ الدقه من استاذه الكليني النعماني هو تلميذ الكليني هكذا ذكر الطوسي في غيبته لا يذهب ملك هؤلاء حتى يستعرض الناس بالكوفة يوم الجمعة لكأني أنظر إلى رؤوس تندر فيما بين المسجد وأصحاب الصابون نعود إلى إرشاد المفيد لقد حدد المكان بالدقة فيما بين باب الفيل وأصحاب الصابون باب الفيل هو باب الثعبان هو نفسه لماذا سمي بباب الفيل في الحقيقه ما عندي وقت لكنني بالاجمال اقول هو باب الثعبان حادثه ماذا تريدون ان تسموها معجزه كرامه هكذا يقال عنها انني لاخجل من سيد الاوصياء ان اقول من أن معجزة لعلي ولكنني ماذا أصنع؟ هكذا هو واقعنا علي علي هو الآية العظمى هو السر الأكبر هو النبأ الأعظم علي هو الاول هو الاخر هو الظاهر هو الباطن هو الذي يقول انا الاول انا الاخر انا الظاهر انا الباطن هو الذي يقول اسمى من ان انسب اليه معجزات هو اسمى من ذلك لكن الذي تعودنا عليه هو هذا في الحديث. هذه شؤونات في مسار علي لأنني حين أقول معجزة لعلي أصف حالة واحدة بالإعجاز وهي معجزة سميتها هكذا بالقياس لقدرتي من أنا من أنا حتى أقايس قدرتي بقدرة علي لا وجه للمقايسة لأنني حين أقول معجزة فقد قايستها بقدرتي فمن انا حتى اقايس قدرتي بقدره علي؟ قلت لكم والله اني لاخجل من امير المؤمنين ان اقول انها معاجز علي على اي حال دعوني وشاني معجزه الثعبان مفصلة مفصلة ثعبان هائل عظيم دخل الكوفة ودخل من هذا الباب امام الناس الى المسجد وكان الامير على المنبر وخاطب الامير والامير خاطبه هذا الذي تجدونه في زياراته من انه مكلم الثعبان الحادثه فيها تفصيل انا لا اريد ان احدثكم عن التفصيل فسمي الباب بباب الثعبان فحينما يسال الناس لماذا سمي هذا الباب بباب الثعبان خصوصا حينما ياتي الشاميون الى العراق فيسمعون من اهل الكوفة هذا الخبر العجيب معاوية لما تسلم الامر بعد الهدنة مع إمامنا الحسن المجتبى صلوات الله عليه جاء بفيل وربطه عند الباب حتى لا يسمى هذا الباب بباب الثعبان ربط فيلا عند الباب لان الفيل حيوان غريب على العراقي يؤتى به اما من افريقيا يؤتى به اما من افريقيا واما من الهند او من بلدان اخرى فيكون مثارا ويكون سببا لتوجه الناس الى هذا المكان خصوصا الاطفال الصغار الى اين انت ذاهب الى باب الفيل؟ من اين دخلت من باب الفيل؟ ونسي باب الثعبان فعُرف في التاريخ بباب الفيل أنا لا أريد أن أدخل في تفاصيل هذا الموضوع أكثر لا يذهب ملك هؤلاء ملك العباسيين حتى يستعرض الناس بالكوفة في يوم الجمعة يستعرض الناس بالكوفة في يوم الجمعة لا اريد ان افهمها بما عليه الواقع اليوم سافهمها بحسب سياقها في زمان ائمتنا في زمان امامنا الصادق هذا المصطلح الاستعراض مصطلح امني كان معروفا عند الامويين وعند العباسيين الاستعراض هي عمليه تفتيش لكل الناس في المدينه هذه هي عمليه الاستعراض فيقال من ان الوالي استعرض اهل الكوفه يعني امرهم ان يخرجوا جميعا من بيوتهم الذكور ان يخرجوا الذكور حتى الاطفال الصغار وسيكون التفتيش تفتيشا قاسيا وعاده ما تقطع الرؤوس في مثل هذا التفتيش انهم يبحثون عن اشخاص معينين يريدون القاء القبض على مجموعه كبيره من الناس فيصدرون الامر من ان الوالي يريد ان يستعرض اهل المدينه في يوم الجمعه مثلا وعاده ما يكون الاستعراض في يوم الجمعه باعتبار ان الناس تعود من مزارعها وحقولها لان يوم الجمعه يوم تعطل فيه الاعمال فيكون الجميع في بيوتهم انني اتحدث عن الثقافه زمان امامنا الصادق الصادق يقول لا يذهب ملك هؤلاء ملك العباسيين حتى يستعرض الناس بالكوفة في يوم الجمعة تفتيش عام لكأني أنظر إلى رؤوس تندر فيما بين باب الفيل وأصحاب الصابون رؤوس تندر تسقط تتساقط تقطع أناس يقتلون أين ستكون المذبحة؟ فيما بين باب الفيل وأصحاب الصابون، أصحاب الصابون هم الذين كانوا يصنعون الصابون ويبيعون الصابون لهم سوقهم الخاص بهم دكاكينهم مجموعة في مكان واحد في سوق الكوفة الكبير ومثل ما قلت لكم قبل قليل من ان سوق الكوفة يمتد شمال المسجد وله اطراف تذهب الى شرق المسجد اصحاب الصابون يقعون في بداية السوق اول السوق سوق التمارين ويجاوره سوق اهل الصابون هذه بدايه سوق الكوفه كما يظهر من القرائن الموجوده في الروايات والاحاديث او في كتب التاريخ التي وصفت لنا مدينه الكوفه نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه. الإمام كالشمس الطالعة المجللة بنورها للعالم وهي في الأفق بحيث لا تنالها الأيدي والأبصار الإمام البدر المنير والسراج الزاهر والنور الساطع والنجم الهادي في غياهب الدجى وأجواز البلدان والقفار ولجج البحار الإمام الماء العذب على الظما والدال على الهدى والمنجي من الردى الامام النار على اليفاء الحار لمن اصطلى به والدليل في المهالك من فارقه فهالك الامام السحاب الماطر والغيث الهاطل والشمس المضيئه والسماء الظليله والارض البسيطه والعين الغزيره والغدير والروضه الامام الانيس الرفيق والوالد الشفيق والاخ الشقيق والام البره بالولد الصغير ومفزع العباد في الداهية النآت الإمام أمين, أمين الله في خلقه وحجته على عباده وخليفته في بلاده والداعي إلى الله والذاب عن حرم الله الإمام المطهر من الذنوب والمبرأ عن العيوب المخصوص بالعلم الموسوم بالحلم نظام الدين وعز المسلمين وغيظ المنافقين وبوار الكافرين الامام واحد دهره لا يدانيه احد ولا يعادله عالم ولا يوجد منه بدل ولا له مثل ولا نظير مخصوص بالفضل كله من غير طلب منه له ولا اكتساب بل اختصاص من المفضل الوهاب هناك رواية أخرى أيضا أوردها المفيد في الإرشاد في نفس هذا الإتجاه الرواية التي مرت علينا أعيد قراءتها عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه لا يذهب ملك هؤلاء هؤلاء العباسيين حتى يستعرضوا الناس بالكوفة في يوم الجمعة تفتيش عام لكأني انظر الى رؤوس تندر فيما بين باب الفيل واصحاب الصابون ما بين باب الفيل من عند المسجد فباب الفيل هو باب الثعبان الباب الرئيس لمسجد الكوفه من جهه شمال المسجد فمن الباب تمتد المذبحة إلى أصحاب الصابون إذا أردنا أن نقدر ذلك تقريبا وبحسب القرائن فمن باب الثعبان إلى أكثر من مئتي متر هذا التقدير تقريبي تقريبي سأذهب إلى الرواية الأخرى أيضا بسنده عن أبي بصير عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه أقرأ عليكم من الإرشاد من المصدر نفسه الامام يقول ان لولد فلان هذا التعبير تعبير عن العباسيين المفيد نفسه اين ذكر هذه الروايات ذكرها في علامات قيام القائم الحديث هنا عن الحكم العباسي الثاني ان لولد فلان لولد العباس عند مسجدكم يعني مسجد الكوفه لوقعه هذه لام التوكيد لتوكيد هذه الوقعه لوقعه في يوم عروبه يوم عروبه يوم الجمعه العرب قبل الاسلام كانت تسمي يوم الجمعه بيوم عروبه فيوم عروبه هو يوم الجمعه هو من اسماء يوم الجمعه حتى في الاسلام هناك من يسمي يوم الجمعه بيوم عروبه من اسماء يوم الجمعه لكن هذا كان شائعا ايام الجاهلية لأن يوم الجمعة في القرآن وفي حديث نبينا الأعظم سمي دائما بيوم الجمعة فشاعت هذه التسمية إن لولد فلان عند مسجدكم يعني مسجد الكوفة لوقعة في يوم عروبة يقتل فيها أربعة آلاف من باب الفيل إلى أصحاب الصابون فإياكم وهذا الطريق فاجتنبوه فإياكم وهذا الطريق فاجتنبوه الامام انما يقول هذا الكلام لا لان القضيه ستقع غدا في ايامه وانما يريد ان يقول للشيعه هذه معلومات دقيقه رتب الاثر عليها هذا هو الذي يريد ان يقوله الامام فاياكم وهذا الطريق فاجتنبوه ثم ماذا يقول إمامنا الصادق: "واحسنهم حالاً من اخذ في درب الانصار" فالإمام يقدم النصيحة لشيعته من اهل الكوفة من اهل العراق من الزوار الذين يذهبون إلى الكوفة في تلك الاوقات في تلك الاوقات التي يتحدث عنها في هذه الروايه الامام يحذرهم من هذا الطريق من هذه المساحه الممتده ما بين باب الفيل يعني باب الثعبان وبين اصحاب الصابون الى بدايات سوق الكوفه قطعا تغير التخطيط الان لكن الامام يتحدث بحسب زمانه ولا ندري فلربما يتغير التخطيط الموجود الان في قادم الايام ما يدرينا هذه الواقعه نحن لا نعرف زمانها هل ستقع في زماننا هل ستقع في زمان بعيد في قادم الايام هذا حديث عن المستقبل ان لولد فلان لولد العباس عند مسجدكم يعني مسجد الكوفه لوقعه في يوم عروبه يقتل فيها اربعه الاف من باب الفيل الى اصحاب الصابون قلت لكم المسافة تقريبا من باب الثعبان إلى أصحاب الصابون هي أكثر من مئتي متر فإياكم فإياكم وهذا الطريق فاجتنبوه وأحسنهم حالا من أخذ في درب الأنصار نحن لا نملك خرائط لمدينه الكوفه في الازمنه القديمه حتى نعرف بالضبط وبالدقه اين سوق الصابون واين درب الانصار ولكن من خلال التدقيق في الروايات والتنقير والنبش في كتب التاريخ يمكننا ان نصل الى شيء في الحقيقه هذه مجموعه خرائط هذه مجموعه خرائط لمدينه الكوفه ولمسجد الكوفه ولسوق الكوفة بعضها من رسائل دكتوراه وبعضها من أبحاث جامعية موسعة وبعضها من كتب ومؤلفات متخصصة تخصصت في تاريخ الكوفة وفي تاريخ مسجد الكوفة والبعض منها من دراسات استشراقية للمستشرقين انها مجموعة خرائط بعضها من مديرية الاثار في العراق قد تعتمد اكاديميا بالنسبه لي لا اعتمدها دققت فيها فما وجدتها دقيقه جدا فيها الكثير من الاخطاء والاشتباهات بحسب تشخيصي ولا املك دليلا قطعيا على دقه تشخيصي ولكن بحسب المعطيات التي عندي التي استقيها من أحاديث العترة الطاهرة ومن المعطيات التاريخية التي أعرفها حول تأريخ الكوفة نذهب إلى فاصل عن بُريدٍ قال: سمعت أبا جعفر باخر العلوم صلوات الله, صلوات الله وسلامه عليه يقول في قول الله تبارك وتعالى او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس فقال ميت لا يعرف شيئا ونورا يمشي به في, في, الناس في الناس إماما يؤتم, يؤتم به كمن مثله في الظلمات, الظلمات ليس بخارج, بخارج منها قال, قال الذي لا يعرف الإمام إنما ذكرت أمر هذه الخرائط ربما تعودون الى المصادر التي تشتمل على هذه الخرائط من مؤلفات وكتب ودراسات وتجدون تشخيصا لمحله الانصار في الكوفه غير الذي ساذكره لكم لهذا السبب نبهت على هذا انا لا اعتمد على هذه الخرائط لا على خرائط المستشرقين ولا على خرائط مديريه الاثار العراقيه ولا على غيرها من خلال المعطيات المتوفره عندي من احاديثهم ورواياتهم ومما اعرفه من معلومات من بطون كتب التاريخ عن تاريخ العراق وتاريخ الكوفه وقبائلها وسائر المعطيات الاخرى درب الانصار هذا الذي يقول عنه امامنا الصادق هنا واحسنهم حالا من اهل الكوفه او من الذين كانوا موجودين في ذلك اليوم من اهل الكوفه ومن غيرهم واحسنهم حالا من اخذ في درب الانصار الكوفه حين مصرت وسكنها المسلمون القادمون من الحجاز الانصار سكنوا في محله هي محله الانصار بحسب ما اعتقد تقع في الجهه الشماليه الشرقيه من مسجد الكوفه في الجهه الشمالية الشرقية يمكنني أن أشير إلى مرقد هاني ابن عروة ومن هذا المرقد ونذهب باتجاه الجهة الشمالية الشرقية لان مرقد مسلم بن عقيل وكذلك هاني بن عروه يقعان شرق مسجد الكوفه محله الانصار بحسب ما اعتقد من خلال المعلومات والمعطيات المتوفره تقع في الجهه الشماليه الشرقيه من مسجد الكوفه وتمتد شرقا الى مسافه معينه هذه هي محله الانصار قطعا الدرب الذي وهو الطريق الذي يؤدي اليها هو هذا الذي يسمى بدرب الانصار فلاحظوا اين يقع مرقد هاني بن عروه في الطرف الثاني من المسجد باب الفيل في الطرف الغربي من المسجد مرادي في الطرف الغربي باعتبار ان شمال المسجد في جهته الغربيه يقع باب الفيل او باب الثعبان في التسميه الاصليه وفي الجهه الشرقيه يقع مرقد هاني ابن عروه المذبحه اين ستقع تقع عند باب الفيل يعني في الجهه الغربيه مرقد هانئ في الجهة الشرقية وقلت لكم من أن الأنصار سكنوا في هذه المنطقة في الجهة الشمالية الشرقية من مسجد الكوفة قطعا على مسافة لم تكن بيوتهم ملاصقة للمسجد وإنما هناك مسافة قد تصل إلى رمية سهم أو إلى رميتين إلى أكثر من مئتي متر هناك تبدأ بيوت محلة الأنصار الطريق المؤدي إليها الدرب المؤدي إليها هو درب الأنصار السلامة تكون هناك حينما تكون هذه المذبحة أقرأ الرواية مرة أخرى عليكم عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه إن لولد فلان لولد العباس عند مسجدكم يعني مسجد الكوفة لوقعة في يوم عروبة في يوم جمعة يقتل فيها أربعة آلاف من باب الفيل إلى أصحاب الصابون فإياكم وهذا الطريق فاجتنبوه وأحسنهم حالا من أخذ في درب الأنصار قد تكون هذه الرواية ناظرة إلى الاستعراض الذي مر ذكره في الرواية السابقة لا يذهبُ ملك هؤلاء حتى يستعرضوا الناس بالكوفة في يوم الجمعة لكأني أنظر إلى رؤوس تندر فيما بين باب الفيل وأصحاب الصابو فربما الرواية هذه أعطتنا معطيات أكثر للحادثة المتقدمة وربما هذه حادثة أخرى هذا العدد الكبير قد يكون اجتماعا في صلاه الجمعه صلاه الجمعه يجتمع فيها كثير من الناس فهذا العدد المتجمع عند باب الفيل قد يكون بسبب صلاه الجمعه الروايه تقول في يوم عروبه في يوم جمعه وإلا مستغرب أن يكون هذا الجمع عند مسجد الكوفة إلا أن تكون القضية مثل ما قلت لكم إنه الاستعراض التفتيش العام في المدينة كما حدثتنا الرواية السابقة أو أنها صلاة الجمعة في يوم عروبه وتحدث فتنة فتن العراق كثيرة وفتن الشيعة أكثر وفتن الكوفة والنجف وكربلاء أكثر وأكثر وأكثر ما هذا هو التاريخ وهذا هو واقعنا في كتابي الفتن لنعيم ابن حماد وقد حدثتكم عن هذا الكتاب في الحلقات المتقدمه وقرأت عليكم شيئا منه على سبيل الانموذج هذا الكتاب ليس كتابا موثقا عند المخالفين لماذا؟ لانه يشتمل على كثير من الروايات والاحاديث عن العتره الطاهره. انا لا اعتمد عليه كما اعتمد على كتبنا التي نعرفها، لان الروايات التي نقلها عن العتره الطاهره فيها خلل لا تخلو من خلل. لكنها مع خللها تشتمل على مضامين واضحه. تؤيدها الروايات الموجوده في كتبنا التي نعتمدها هذه الطبعه من كتاب الفتن لنعيم بن حماد هي طبعه مكتبه الصفا القاهره مصر الطبعه الاولى 2003 ميلادي نعيم ابن حماد، متوفى سنة 229 للهجرة. صفحة 176. رقم الحديث 809. بسنده عن جابر الجعفي، عن إمامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه. قلت لكم هناك الكثير من احاديث العتره في هذا الكتاب ولهذا السبب يضعفون الكتاب لا ياخذون برواياته ولا يعتمدون على احاديثه مع انهم يمدحون نعيم بن حماد مديحا كثيرا لكن لانه نقل عن العتره في كتابه هذا يرفضون كتابه الروايات التي نقلها لا تخلو من خلل على اي حال نحن نقرا الاحاديث وناخذ معناها الاجمالي الذي ياتي مطابقا لما عندنا في احاديثنا في كتبنا المعتبره 176 من كتاب الفتن لابن حماد رقم الحديث 809 بسنده عن جابر الجعفي عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه إذا ظهر الأبقع الأبقع بحسب رواياتنا يظهر في سوريا هل المراد هو هذا هل المراد غيره من القرائن انه ابقع سوريا لان الحديث سيكون عن السفياني والسفياني حينما يظهر في سوريا سيقاتل الابقع وسيقضي عليه بحسب احاديثنا على اي حال اعود الى الروايه التي نقلها ابن حماد عن جابر الجعفي عن باقر العلوم صلوات الله عليه اذا ظهر الابقع مع قوم ذوي اجسام فتكون بينهم ملحمه عظيمه مع قوم ذوي اجسام يبدو انهم قوات خاصه اجسامهم متميزه لقد تدربوا تدريبا خاصا اذا ظهر الابقع مع قوم ذوي اجسام فتكون بينهم ملحمه عظيمه فتكون بينهم ملحمة عظيمة تكون بينهم وبين اعدائهم، هذا خلل في الرواية. قلت لكم الروايات التي نقلها عن العترة لا تخلو من خلل. هذا الخلل متعمد ليس من قبل ابن حماد، ربما من الاجيال التي جاءت بعد ابن حماد عبثوا في كتابه. لانها احاديث العترة يريدون أن يدخلوا فيها خللا إذا ظهر الأبقع مع قوم ذوي أجسام فتكون بينهم ملحمة عظيمة قطعا هذه الملحمة هي ملحمة الأبقع والأبرص والسفياني هناك الابقع هناك الابرص هناك عده شخصيات اذا ظهر الابقع مع قوم ذوي اجسام فتكون بينهم ملحمه عظيمه ثم يظهر الاخوص السفياني الملعون فيقاتلها جميعا يقاتلها جميعا من يقاتل الرايات جميعا هذا خلل في الروايه ايضا فيقاتلها جميعا فيظهر عليهما جميعا ايضا هناك خلل في التعبير مره ياتي الكلام جمعا واخرى ياتي تثنيه وهذا هو الذي قصدته من خلل في احاديث هذا الكتاب التي نقلها عن العتره الطاهره الذي يبدو لي هو خلل متعمد ليس من المؤلف وانما من علماء المخالفين الذين جاءوا من بعده كي يضعفوا هذه الاحاديث فتكون مهلهله من الجهه اللغويه والمعنويه فلا ياخذ بها اتباعهم ما هو هذا البرنامج الشيطاني على طول الخط وهذا هو الذي يفعله مراجع حوزه الطوسي الان مع احاديثي وبرامجي هكذا يضعفون أحاديثي وبرامجي التي هي لباب حديث القرآن المفسر بتفسير علي وآل علي ولباب حديث العترة المفهم بقواعد تفهيم علي وآل علي لكن الأمور هكذا تجري وإذا لم تجري هكذا فذلك هو المستغرب المستغرب ان الشيعه تاخذ حديث العتره من دون ان تسمم مرجعيه النجف افكارهم هذا هو المستغرب فمرجعيه النجف مرجعيه شيطانيه قذره تحارب فكر اهل البيت صلوات الله عليهم بشكل واضح وصريح هذه القضية بالنسبة لي واضحة كوضوح يدي هذه أمام عيني لا أشك فيها تجربتي تتجاوز الأربعين سنة معهم بشكل عملي وحسي وتحقيقي وتدقيقي في كل كتبهم في كل كلامهم في كل زاويه من زوايا حياتهم الامر لا يخص هذا الزمان منذ ان تاسست هذه الحوزه المشؤومه اللعينه سنه اربعمئه وثمانيه واربعين على يد الطوسي المشؤوم واستمر الضلال منذ ذلك اليوم الى لحظتنا هذه اعود الى الروايه اذا ظهر الابقع مع قوم ذوي اجسام فتكون بينهم ملحمه عظيمه ثم يظهر الاخوص السفياني الملعون فيقاتلها جميعا فيظهر عليهما جميعا على الأبقع وعلى الأبرص ثم يسير إليهم منصور اليماني من صنعاء بجنوده وله فورة شديدة لا أريد أن أقرأ الرواية كلها لأنني لست بصدد الحديث عن السفياني ولا عن اليماني أريد أن أصل إلى هذه النقطة إلى الكوفة ثم يظهر الكندي في شارة حسنة في شارة حسنة في علامة في هيئة في مجموعة في طبيعة في طريقة ثم يظهر الكندي في شارة حسنة فإذا بلغ تل سما فاقبل ثم يسير الى العراق الحديث عن مسير من جهه الشام ثم يسير الى العراق وترفع وترفع قبل ذلك اثنتا عشرة راية بالكوفة معروفة منسوبة زعماؤها معروفون إنهم المراجع هذا الموضوع تحدثنا عنه وقلت لكم من أن الرايات هذه ترفع في زمان مقارب لزمان ظهور الحجة ابن الحسن ها هو الحديث عن السفياني انها في زمن السفياني وترفع قبل ذلك هي مرفوعة قبل ظهور السفياني وترفع قبل ذلك اثنتا عشرة راية بالكوفة معروفة منسوبة ويقتل بالكوفة رجل من ولد الحسن أو الحسين هذا الترديد قطعا من الراوي أو هو تحريف مثل ما حرفوا الرواية في العديد من جهاتها ويقتل بالكوفة رجل من ولد الحسن أو الحسين يدعو إلى أبيه يدعو إلى أبيه إما أن أباه مرجع من المراجع فهو يدعو إلى أبيه من المراجع الأحياء وإما أن أباه من المراجع الذين ماتوا وهو يدعو إلى منهجه هناك احتمالان هذه الأحداث في الأجواء القريبة من عصر الظهور السفياني قد ظهر الرايات التي ترتفع في الكوفة إنها ارتفعت في زمن قبل هذا الزمن لكنها ستبقى موجودة الى زمن السفياني. ما هي هذه رايات الحكم العباسي؟ والحكم العباسي سيبقى الى الزمن السفياني. لأن السفياني هو الذي سيقضي على جانب من الحكم العباسي. الجانب الآخر سيقضي عليه الخراساني. وترفع قبل ذلك اثنتا عشره رايه بالكوفه معروفه منسوبه زعماءها معروفون وكل رايه تنسب الى قائد انهم المراجع لان الاتباع يقولون نحن نقلد فلان الذين يقلدون السيستاني سيستانيون والذين يقلدون مرجعا من ال الحكيم مثلا يقال لهم حكيميون وهكذا والذين يقلدون احدا من آل الشيرازي يقال لهم شيرازيون منسوبون إلى مراجعهم وترفع قبل ذلك اثنتا عشرة راية بالكوفة معروفة منسوبة ويقتل بالكوفة رجل من ولد الحسني أو الحسين يدعو إلى أبي في رواية ثانية: ويقتل بالكوفة رجل من ولد الحسين يدعو إلى أبيه. تلك الرواية ليس فيها ترديد فالمقتول من ولد الحسين. الرواية تلك رواها ابن حماد أيضا عن جابر الجعفي عن امامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه ساعود اليها وترفع قبل ذلك اثنتا عشره رايه بالكوفه معروفه منسوبه ويقتل بالكوفه رجل من ولد الحسن او الحسين يدعو الى ابيه ويظهر رجل من الموالي من الموالي من غير العرب او من الذين يرتبطون بايران بشكل مباشر ويظهر رجل من الموالي فاذا استبان امره واسرف في القتل قتله السفياني فإذا استبان أمره وأسرف في القتل يبدو أنه قد يطلب بثأر ذلك الرجل الذي هو من ولد الحسن أو الحسين يدعو إلى أبي يبدو هذا على سبيل الظن وترفع قبل ذلك إثنتا عشرة راية بالكوفة معروفة منسوبة لقادتها وزعمائها الذين هم مراجع الدين ويقتل بالكوفة رجل من ولد الحسن او الحسين يدعو الى ابيه ويظهر رجل من الموالي فاذا استبان امره واسرف في القتل قتله السفياني لان السفيانية سيسيطر على النجف ومراجع النجف سيبايعونه هؤلاء اللعنة سيبايعونه ويغدرون بإمام زمانهم ويخرجون لقتاله هؤلاء الأنجاس أتحدث عن المراجع الذين سيكونون في عصر الظهور الرواية الثانية من الكتاب نفسه صفحة 173 رقم الحديث 800 من الباب الثاني والعشرين بسنده عن جابر الجعفي عن إمامنا أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه إذا اختلفت كلمتهم وطلع القرن ذو الشفاء وفي بعض النسخ ذو الشفاه لم يلبث الا يسيرا حتى يظهر الابقع بمصر الابقع في سوريا ولكنني قلت لكم الروايات هنا في هذا الكتاب فيها خلل تعرضت لتحريف مقصود وربما يكون في مصر ابقع وابقع وابقع نحن والروايه الروايه بحاجه الى شرح ووقت الحلقه صخره طويله ساعود اليها يوم غد ان شاء الله تعالى لازال الحديث في هذا الموضوع المهم والمهم جدا تابعوا الاعاده وانتظروني غدا أسألكم الدعاء جميعاً في أمان الله